بدري. ما بداخلها من ألم كفيل بأن يجبر من هم أكبر منها على الانهيار أيضا. رغد ضحية أخرى لمشاهد الحرب والحصار التي فرضتها الميليشيا على الأرض والشجر والإنسان في تعز. ليش احنا ذنبنا؟ احنا ايش عملنا بالحوثيين؟ إذ لا يمر يوم على هؤلاء الأطفال دون أن يكونوا قد فقدوا فيه صديقا أو قريبا لهم. وما بين من يعيش الحرب ومن يشاهدها، ثمة من تضيع طفولته ومن تزداد معاناته لتصبح مشاهد معايشته للقتل والقصف والتدمير جزءا من حياته اليومية. الرعب من القذائف والرصاص. هنا جاء مشروع جلسات الدعم النفسي للأطفال علها تخفف ولو بالحد الأدنى من معاناتهم، ليتحول هذا المسجد بعد تدمير العديد من المدارس في تعز إلى متنفس وحيد ربما يجد فيه هؤلاء الأطفال جزءا من السعادة اللحظية كما يقول القائمون على المشروع. من هنا جاءت فكرتنا نحن مؤسسة خيرون بدعم من الأيادي النقية في إيجاد هذا المشروع، وهو مشروع جلسات الدعم النفسي لأطفال تعز ضحايا الحروب في مديريتي القاهرة والصالة. قد يأتي اليوم الذي تتبدد فيه الحرب، ولكن من الصعب أن تتبدد مشاهدها من ذاكرتهم، ولأنهم لا يفهمون مبرراتها كما يدركها الكبار، فإنه لا سبيل أمامهم للتعبير عن تأثرهم بما يعانون ويرون من تلك الحرب سوى الانطواء والخوف أو الظهور والبكاء.